من جديد ده كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم من أجل مصر ويوم ودور النادي الأهلي المجتمعي. احنا بينضم لنا في هذه الأثناء الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أستاذ طارق برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. دور النادي الأهلي ليس قاصر على الدور الرياضي لكن في دور مجتمعي للنادي الأهلي. النادي الأهلي كأحد المؤسسات الوطنية وجزء لا يتجزأ من هذا الوطن، النهارده ذكرى احتفال بالذكرى رقم 48 وتكريم أبطال حرب أكتوبر في لفتة جميلة جدا بتعكس قيمة واعتزاز النادي الأهلي بالوطن الكبير مصر. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. هو ده مش جديد على الحمد لله على مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب من يوم ما جينا. احنا ده شعورنا المؤكد ان احنا جزء كبير من النسيج الوطني اللي موجود في مصر. النادي الاهلي طول عمره كده وبيستمر في اداء دوره كده. الحمد لله يوم جميل في استمرارنا في الاحتفال بنصر اكتوبر العظيم اللي كلنا يعني اجيالنا اللي ربنا كلنا يعني ربنا يطول في اعمارهم ليهم نصر اكتوبر دي اللي لمسه جميله قوي في حياتهم يعني. احنا كلنا يعني بنحس بالفخر وبالاعتزاز كمصريين وعرب بالذكرى العظيمة لأكبر انتصار في تاريخنا الحديث نصر أكتوبر العظيم. فكان الواجب والطبيعي النادي الأهلي ما يكونش بعيد عن كده. النادي الأهلي الحمد لله النهاردة اتعمل مباراة برضو في الكرة الخماسية احتفالا بنصر أكتوبر في الصالة المغطاة، اتعمل احتفال بأبناء النادي وأبناء القوات المسلحة اللي هم سواء أبناء شهداء أو قائدين أحياء من قائدين العظام في القوات المسلحة. الحمد لله يوم جميل واحتفاء دور طبيعي النادي الأهلي بيعمله. ما ننساش برضو الحمد لله أن احنا لسه قريب اللي هو المؤسسة المجتمعية للنادي الأهلي. إحساسنا اللي هو أن احنا دور كبير قوي كدور وطني جوه النادي الأهلي بجدارة النادي الأهلي في حتة تاريخه الوطني اللي موجود ده طبيعي ان النادي الاهلي يقوم بالكلام ده، ومجلس ادارتنا الحمد لله حريص على الكلام ده قوي. الرساله ودور القياده السياسيه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال ان الرياضه قضيه امن قومي، مدى ارتباط الرياضه بهذا الامر ونشوف ان دايما سياده الرئيس اول واحد بيهني كل الابناء ابنائنا الرياضيين، اعتقد النهارده صوره بتعكس مدى ارتباط ما بين الرياضه والدوله المصريه. بلا جدال الرياضه زي ما حضرتك تفضلت هي جزء كبير جدا من الدولة المصرية الحمد لله اللي بتحرص عليها الدولة، وفي نفس الوقت هو اللي هو السلوك القويم للشباب عمره ما هيجي الا لما يكون في منظومة ناجحة جواها الرياضة، جوا العمل الرياضي للشباب، اللي هو دايما بننادي بنقول الرياضة حب وود وحرص على التأخي بين الجميع، عمرها ما كانت غضب ولا أي حاجة من الحاجات اللي بتخرج على النهج القويم للمجتمع المصري، فطبيعي إن كنادي أهلي الحمد لله إنه دايما ليه هذا الدور متوافق مع دور الدولة في كل مناحيها في الناحية الرياضية. طارق انا عارف ان حضرتك مسؤول عن ملف الاعداد للجمعية العمومية يوم 25 و26 النادي الاهلي خلاص دعا للانتخابات يوم 25 يوم 26، كلمني باستفاضة عن هذا الامر. لا هو حقيقة مسؤول عن التقرير اللي بيقدم للجمعية العمومية على اللي هو بكل أنشطة النادي وخدماتها وكل الأنشطة اللي اتعملت خلال السنة المالية وخلال اللي هو حصاد الأربع سنين، فده إن شاء الله بيعد لي معي مجموعة من المسؤولين جوه النادي التنفيذيين للإعداد للتقرير ده. في نفس الوقت زي ما أعلنا امبارح مجلس الإدارة إن الجمعية العمومية هتنعقد على يومين إن شاء الله 25 نوفمبر و26 نوفمبر. استاذ طارق بشكر حضرتك من لكم التوفيق ودايما يعني انتوا وفيتوا وكفيتوا في برنامج عائله النادي الاهلي اللي اعتقد اللي خلصتوا فيه يعني امور تتجاوزت 95%، وهناك ايضا مشاريع اضيفت على برنامج عائله النادي الاهلي لم تكن موجوده تم انجازها. النادي الاهلي بجماهيره واعضائه يستحقون اكثر واكثر واكثر. اجمل ختام. شكرا يا فندم. حضرتك طارق بيه ودايما موفقين باذن الله. اشكرك يا استاذ. شكرا استاذ. أعزائي المشاهدين ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو. بشكرك الزميل العزيز فاروق صلاح.